بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خلق الله نبي الهدى من محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنقدم لحضراتكم شرح لأهم دواليس الاستعلام والبحث في برنامج إكسل. هنشرح مع بعض دالتين لا غنى عنهم، وهما دالة في لوك أب ودالة سام إف. دالة في لوك أب دي دالة من دوال المرجع والبحث، ودالة سام إف دي واحدة من دوال الرياضيات والمثلثات. الناس اللي عايزة تتميز في التعامل مع قواعد البيانات أو التعامل مع إنشاء ملفات محاسبية بتميز، يجب عليهم أنهم يتدربوا كويس جدا على دالة في لوك أب ودالة سام إف. تعالوا بينا نشرح الدالتين دولت بمثال عملي نوضحهم مع حضراتكم. بداية ده مثال جهزناه لحضراتكم. المثال فيه اسم الموظف، الراتب الأساسي، البدلات، الخصومات، صافي الراتب بأي طريقة أيا كانت. قد يكون هذا المثال في اسم رقم العميل، اسم العميل، الكود الخاص به، رقم الفاتورة، بيانات الفاتورة، ثم الأصناف اللي قام بشرائها في أسعارها، ثم إجمالية هذا الفاتورة وتاريخ الشراء. أيا كان المهم احنا عايزين نستفاد بدالة في لوك أب. دي دالة بتستخدم في البحث داخل عمود. عندنا ادي بيانات مجموعة من الموظفين عايزين نبحث عنهم. عايزين نبحث عن الموظف اللي اسمه مثلا طارق. اول ما اكتب بعد ما حضرتك بتقوم بانشاء قاعدة البيانات الخاصة بيك وادخال البيانات على هذا النحو، بيكون عندك عدد كبير جدا من البيانات. قد يكون عندك 5000 موظف، 1000 موظف، 20000 موظف، 50000 موظف، وعايز تعرف بيانات راتب موظف معين. كل اللي عليك انك هتقوم بنسخ رؤوس الاعمدة ولزقها على جنب او في الاسفل زي ما حضراتكم شايفين. ثم بعد ذلك هنبدأ نكتب او نستعين بدالة الفي لوك اب. عشان نستعين بهذه الدالة يا اما من ادراج تستخدم ادراج دالة، يا اما من شريط الصيغ تضغط لي على اف اكس ديت اللي هي ادراج دالة، يا اما انك تكتب الدالة يدويا. تعالوا بينا نستسهل طريقة التعامل مع دالة الفي لوك اب، احد اشهر الدوالة التي تستخدم في عملية البحث داخل العمود بالنسبة لعدد كبير جدا من البيانات، ونضغط على اف اكس. اول ما اضغط على اف اكس حضرتك لو هي ما ظهرتش في قائمة الدوال او الدالات الاخيرة، ادي في لوك اب، هتضغط لي على تحديد الفئة سيلكت كاتيجوري، وهنختار اللي هي بحث ومراجع اللي هي سيرش او فايند وريفرنس، ثم من خلالها اختار اي دالة وتضغط لي على حرف الفي الى ان تظهر امامك دالة في لوك اب. دالة في لوك اب الكتابة الدالة بيكون على هذا النحو، يساوي ثم بنكتب في لوك اب ونفتح القوس، ثم بنحدد الخلية اللي هيتم البحث بناء عليها وهي دالة لوك اب فاليو. يبقى ده يكون اسم خلية اللي اول ما اكتبها يبدأ يظهر باقي البيانات، ثم بعد ذلك الاري اللي هي الجدول اللي هيتم البحث خلاله، ثم بعد ذلك رقم العمود اللي انا عايز يظهر منه النتيجة زي الراتب الاساسي. بخصوص الراتب الاساسي في العمود الثاني يبقى هنكتب رقم 2، لو البدلات يبقى نكتب العمود رقم 3، يبقى بتقرا او بتتعرف على الاعمده 1 2 3 4 5 وهكذا. ثم بعد ذلك يا اما قيمه 0 يا اما قيمه 1. 0 دي تدل على ان لازم البحث يكون اكزاكتلي بالضبط، اما 1 يكون البحث تقريبي. بعد ما اخترنا الداله هنضغط على موافق، ثم هنأتي بعد ذلك هقول له ابحث لي على، يبقى اللوك اب فاليو هقول له اسم الموظف، يبقى البحث هيكون بناء على اسم الموظف. ثم انتقل الى التيبل اري، يقوم اقوم بوضع المؤشر على هذا النحو داخل احدد الجدول على هذا النحو، يبقى الاري هنا المقصود به الجدول من اي 1 الى اي 7. ثم بعد ذلك هتبحث لي في انهي عمود، هبحث لي في عمود الراتب
يبقى ده عمود واحد. ايه يعني واحد؟ بي يعني اتنين، اكتب اتنين. ثم بعد ذلك هكتب هنا هو صفر يعني بالضبط، واحد يعني يبقى صفر exactly تماما، بينما واحد يعني approximately يعني تقريبا، انا هقولها صفر. ثم بعد ذلك اضغط على موافق. ادي كتبنا الدالة. لو حضرتك كتبت هنا هوت مثلا محمد على هذا النحو باللغة العربية وضغطت انتر، هيبدأ تلقائيا نضغط انتر يجيب لك الراتب الخاص بمحمد. انا عايز دلوقتي اقرر هذه الدالة في البدلات والخصومات وصافي الراتب. هقوم بنسخ الدالة على هذا النحو، هقوم بنسخ الدالة، هضغط كليك يمين وكوبي، ثم هضغط لي على مفتاح اسكيب واذهب الى البدلات، ثم اتحرك الى شريط الصيغ واضغط كليك يمين واختار لزق، وهغير بس رقم العمود، بدل ما هو 2 اللي هو الخاص بعمود الراتب هخليه رقم 3 اللي هو عمود البدلات، واضغط انتر. ثم بعد ذلك اذهب الى الخصومات واكرر نفس الفكرة، لزق واغير بدل ما عمود رقم 3 اخليه عمود رقم 4 واضغط انتر. ثم بعد ذلك اذهب الى الصافي واذهب الى شريط الصيغ واضغط كليك يمين واغير العمود الى العمود رقم 5، لان اسم الموظف ادي الراتب الاساسي ده 1 2 3 4 5، هخليه اللي هي ثالث خانه اللي هي رقم 2 ديت هخليها 5 واضغط انتر. لو جيت حضرتك دلوقتي كده خلاص نموذج البحث اصبح كامل، بدل محمد كتبنا طارق، ادي طارق، وضغطت انتر هيستدعي بيانات طارق من الجدول. ادي طارق 1500، البدلات 150، الخصومات 40، صافي الراتب 1610. طب تعالوا بينا نكتب شريف ونشوف مع حضراتكم. ادي شريف واضغط انتر، هيستدعي فعلا بيانات شريف اللي هي ديت اهي، ادي شريف، ادي ال 10500، ادي ال 700، ادي ال 80، ادي ال 11120، وهكذا. اذا استطعنا ان احنا نستخدم دالة الفي لوك اب في البحث عن بيان او معلومة داخل كمية كبيرة من البيانات اللي هي المقصود بيها الجدول. الصيغة بتاعتها اللي هي لو انت هتكتبها يدوي هتكتب يساوي في لوك اب وتفتح كوز، ثم تحدد الخلية المراد البحث بناء عليها اللي هو اسم الموظف اللي هو ايه 11، احنا بنسميها لوك اب اندر سكور فاليو، ثم كوما منقوطة سيمي كولن، ثم تحدد لي الجدول المراد البحث داخله اللي هو التيبل اندر سكور اري، ثم سيمي كولن، ثم تحدد لي رقم العمود المراد البحث فيه اللي هو كل اللي هو كولم اندر سكول اندكس اندر سكول اري، ثم بعد ذلك تحدد لي هل البحث تقريبي او بالضبط اللي هو صفر او واحد، صفر يعني بالضبط، تقريبي يعني واحد. كده نجحنا في عملية البحث، وكده تستطيع انك تستدل على اي بيان بكل سهولة ويسر من خلال هذه الدالة المميزة. الدالة التانية لا غنى عنها للعاملين في مجال الحسابات او المحاسبة. ممكن يكون عندك عميل، العميل ده خد فاتورة، الفاتورة ده هي اتكررت بالنسبة لهذا العميل، خد فاتورة واثنين وثلاثة واربعة، وانت عايز تعرف اجمالي المستحق على هذا العميل خلال هذا العام، تمام؟ او يكون عندك اسم موظف عايز تعرف اجمالي الرواتب او المستحقات اللي خدها. يبقى اذا دالة سم اف دي دالة شرطية هتقوم باجراء الجمع بس بشرط، تمام؟ الصيغة هذه الدالة اللي هي دالة ريادات ومثلثات اللي هي بيساوي سم اف بنفتح قوس الرينج اللي هو المدى المراد البحث فيه، ثم سيمي كولن الكريتيريا هيبحث بناء على ايه، ثم اندر ثم سيمي كولن سم اندر سكور رينج العمود المراد البحث فيه. احنا عايزين نبحث عن الموظف، عايزين نبحث عن الموظف، يبقى انا عايز لما ادخل اسم الموظف اجيب المرتب واجيب البدلات، يبقى انا هقف عند المرتب، مش هقف عند اسم الموظف، هقف عند المرتب. ثم هستعان بلصق دالة سواء من هنا او من ادراج او من صيغ، هنختار ايش؟ هنختار من صيغ، من صيغ هتختار ادراج دالة، من صيغ فرميول هتختار ادراج دالة، ثم من الدوال الاخيرة او من دوال الرياضيات والمثلثات
ابدا حدد اي داله ثم نضغط على اس على اساس تجيب داله سام اف. هنبدا نضغط اس كذا مره وصلنا الى داله سام اف، بيديك السيكونس الخاص بيها او السنتكس الخاص بيها اللي هي سام اف افتح قوس الرينج المدى سيمي كولن الكريتيريا الشرط اللي هي الخليه تبحث بناء عليها سيمي كولن سم اندر سكور رينج اللي هو العمود المراد البحث داخله، ثم هضغط على موافق. هنحدد اول حاجه الرينج المراد البحث داخله، عايزين نبحث داخل هذا الرينج. نشوف كده ان طريقه التعامل معها مختلفه عن طريقه داله لوك اب. ثم بعد ذلك ايه الخليه اللي اول ما نكتبها هيظهر لي البيانات اللي هي اسم الموظف اللي هي بي 12. يبقى هنا حددنا المدى، هنا اسم الموظف، هنا هنحدد العمود. البدلات موجوده في انهي عمود؟ البدلات ولا المرتب؟ لا احنا عايزين المرتب. المرتب موجود في هذا العمود، يبقى احدد هذا العمود بالكامل ثم اضغط موافق. لو انا جيت في اسم الموظف نهوت وقلت له باللغه العربيه طارق وضغطت انتر، هيجيب لي جميع الرواتب اللي طارق حصل عليها على 8500. اعرف ازاي؟ ادي طارق خد 6000، في هنا طارق تاني، ايوه في طارق تاني 2500، يبقى 6 و2500 8500. احنا بنستخدمها في مجال المحاسبه لما يكون عندك عميل، العميل ده اهو خد اكتر من فاتوره وعايز تعرف اجمالي المستحقات عليه، فممكن يكون في خانه اسمها صافي المستحقات، فانت بتجمع تقول للعميل والله انت عليك مبلغ كذا. ثم بعد ذلك عن طريق اللوك اب تقدر تبحث عن الفواتير الخاصه بهذا العميل. لو جينا للراتب هنقوم بنسخ هذا العمود الخليه الداله او ان احنا نكررها. البدلات هضغط على ادراك داله موجوده في القوائم الاخيره، مش موجوده اهي في الدوال الاخيره، قام الدوال الاخيره هنستخدمناها، المفترض انها موجوده لان استخدمتها من ثواني. لو مش موجوده نروح لادوات المثلثات، هضغط موافق. هيجي جاي محدد المدى، ادي تحديد المدى، هنا بنحدد المدى كله. وبعدين هنا اهوت هقول له هتبحث بناء على الاسم، يبقى الخليه بي 12، يبقى انا اول ما اكتب الاسم تظهر لي البدلات، والخانه رقم 3 دهيت هتبحث لي في اللي هو العمود الخاص بالبدلات على هذا النحو واقول له موافق. يجي جايب لي على طول لما اكتب طارق يقول لك اجمالي المرتبات بتاعته كام والبدلات. لو كتبت بدل طارق مثلا محمد ونضغط انتر هيجيب لي 3300 ده الراتب. نشوف كده مع بعض، ادي محمد ادي 1500 وادي محمد 1800، 1500 و1800 3300، ادي محمد 400 وادي محمد 500، يبقى ادي 900. دلتين ادعو جميع الاصدقاء بالتدريب كويس جدا عليهم، وانهم يخشوا على فيديوهات لاصدقاء، وانهم يدوروا على ماده علميه اخرى ويتدربوا، لانهم من الدوال الاكثر اهميه، من الدوال الاكثر استخدام خاصه للمحاسبين. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهاره. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.